إذا للوقوف عند تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية في القدس جاد إسحاق، وعبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. مرحبا بكم ضيفينا الكريمين. أبدأ معكم أستاذ جاد، وقبل الدخول في مسألة تأجيل الهجوم المتوقع البري المتوقع على قطاع غزة، ماذا يعني وإلى ما يشير بأن ترسل الولايات المتحدة حامل الطائرات الثانية إلى شواطئ غزة؟ تفضل أستاذ جاد. شكرا لك لهذه الدعوة. أعتقد أن أحداث الأسبوع الأخير أثبتت بما لا يقطع الشك في اليقين بأن إسرائيل هي ربيبة أمريكا. نعم. وأن هناك خلل في منظومة الشرعية الدولية، وأصبحت الأمم المتحدة بكافة هيئاتها لا معنى لوجودها واستمرارها في ظل البلطجة الأمريكية الإسرائيلية. وأعتقد أن 7 أكتوبر يجب أن يؤخذ كمنعطف بإعادة النظر في كافة الترتيبات الشرعية الدولية، إذ لا يحق لأمريكا وداعميها الغرب بما ذلك بريطانيا وفرنسا الاستمرار في البلطجة على مقدرات الشعوب واستخدام المعايير المزدوجة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وفيما يتعلق بالاحتلال الذي مر عليه حاليا أكثر من 75 سنة ولم يحرك الغرب ساكنا. نعم. في حين أن عندما قامت العراق باحتلال الكويت أو عندما قامت روسيا باحتلال أوكرانيا قامت الدنيا ولم تقعد، وبدأوا وتحركت حتى محكمة الجنايات الدولية وبدأت فورا بحظر تجوال على الرئيس بوتين، وبدأت بمنعه من السفر وتسعى لتقديم المحاكمة. بينما إسرائيل التي ارتكبت المجازر وارتكبت في غزة في الحروب المختلفة، وما ارتكبوا المستوطنين في حوارة، وما ترتكبوا حاليا في غزة، لم نسمع من محكمة الجنايات الدولية أي كلمة، أو حتى من غوتيريس كسكرتير عام المتحدة. كل ما سمعنا هو عبارة عن خطب وشعارات إسرائيل لا تهتم لها، ولا توجد أي مواقف تستحق أن تؤخذ جديا. 2450 شهيد في القطاع، والزعماء الإسرائيليين يقولون لن نربط المياه ولا الكهرباء ولا الطاقة، المستشفيات انهارت في القطاع الصحي كله نهار، ومع ذلك ولا يوجد أي مواد غذائية تصل إلى قطاع غزة، والعالم ساكت. أستاذ جاد، يرجى أن تبقى معنا، سأنتقل إلى الأستاذ حسان القطب. أستاذ حسان، أجدد الترحيب بكم. يعني كما استمعت، تداولت وسائل الإعلام أنباء عن تصريح المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، حيث قال إن طهران لن تتدخل في غزة ما لم تهاجمها إسرائيل. إلى ما يشير ذلك أستاذ حسان؟ نعم، إيران لن تتدخل، وهذا شيء صحيح، وهذا شيء نعرفه تماما نحن في لبنان. نعم. باعتبار أن إيران تستخدم كافة الأدوات سواء في لبنان أو في العراق أو في سوريا أو في أي بلد آخر يوجد لها ميليشيات لحماية طهران، وليس للانخراط في أي صراع آخر يخدم الشعب الفلسطيني أو الشعب اللبناني. المطلوب هو حماية نظام طهران. تظن طهران أن هذه الميليشيات وهذه المجموعات تستطيع أن تؤمن لها الحماية من أي هجوم خارجي يستهدف استقرار النظام الإيراني في طهران، وبالتالي هي دائما ما تهدد
باستخدام هذه الأدوات لإقلاق المنطقة، سواء بالخطف أو بالقتل أو باستهداف المصالح أو بضرب إسرائيل، باعتبار أن إسرائيل أمنها أولوية لدى المجتمع الدولي وخاصة في الولايات المتحدة. لذلك أكثر من مسؤول إيراني سبق أن قال أن أي هجوم على إيران سيواجه بالرد على ضرب الكيان الصهيوني. فإذا هذه الأدوات الموجودة في لبنان وغيره إنما مهمتها هو حماية نظام طهران وليس دعم الشعب الفلسطيني والسعي لتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني. أستاذ جاد، هناك حديث عن نية الاحتلال تأجيل العملية البرية المتوقعة على قطاع غزة، وذلك يعني أرجعت السبب إلى سوء الطقس. هل هناك تأكيدات رسمية على نية إسرائيل بهجوم بري على قطاع غزة، أم أنه يأتي للتمويه لا أكثر؟ أعتقد أن إسرائيل ستقوم بأي عملية برية في القطاع غزة، وحضور وزير الخارجية الأمريكي غدا ما هو إلا بداية لموقف شعر به بلينكون مما سمعه من الحكام العرب، أن تهجير غزة إلى مواطنين غزة إلى الجنوب قطاع غزة لن يتم ولا يمكن أن يتم، وعلموا بشكل واضح وصريح أنهم سيخسروا ما كانوا يسمونهم حلفاء أمريكا، بمعنى أنهم في حساب الربح والخسارة سيجدوا نفسهم أمام وضع شرق أوسط مختلف كليا في حال تمسك العرب بهذا الموقف. وأنا أحيي الشعوب العربية التي نزلت إلى الشوارع، وهناك أكثر من 35 مليون مواطن عربي وأجنبي نزلوا إلى الشوارع في أكبر تظاهرة في التاريخ البشري ضد هذه الحرب. وأعتقد أن آن الأوان لأمريكا أن تبدأ بإعادة حساباتها، وإلا ستخسر العالم العربي كله وستبقى منبوذة وستخرج بخفي حنين كما خرجت من أفغانستان ومن فيتنام ومن غيرها. أمريكا تستخدم القوة غير المناسبة لتحقيق إنجازات، ولكنها لا تستطيع أن تقود هذا العالم. العالم لم يعد يقبل قطب واحد، وهناك حاجة إلى تعددية قطبية والتمسك بالشرعية الدولية، فإما ذلك أو أن تنسحب أمريكا من الأمم المتحدة وكذلك إسرائيل. أستاذ حسان، المناوشات التي تقع من ميليشيا حزب الله خاصة في مزارع الشبعة، هل تعتقد أن الأيام المقبلة ربما ستشهد وتتطور إلى حرب إقليمية ما بين ميليشيا حزب الله اللبناني وإسرائيل أستاذ حسان؟ في الواقع ما يجري على الساحة اللبنانية اليوم هو نتيجة هذا التردد الذي أصاب حزب الله. نعم. فالمشهد الفلسطيني في غزة كان مشهداً مميزاً من الاقتحام ميليشيات أو بالأحرى مجاهدي حركة حماس وسائر المقاومة الفلسطينية ودخولهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، كان إنجازاً كبيراً ترك أثراً طيباً على الساحة العربية وأحرج حزب الله وإيران، الذي طالما تحدث نصر الله أمين عام حزب الله عن استعداده للاجتياح الجليل واحتلال المستعمرات وتطهيرها وإلى آخره من الوعود التي أطلقها، ولكن حزب الله بعد الهجوم في غزة لم يتحرك مطلقا، بل بقيت جبهة لبنان صامتة. ولم نرى هذا الحديث عن وحدة الساحات، لطالما تحدث نصر الله وإيران عن وحدة الساحات أن أي عدوان على الضفة الغربية أو غزة سيواجه بفتح كافة الجبهات من لبنان إلى سوريا إلى غزة، وأيضا ستتدخل إيران والحوثيين من اليمن. ولكن رغم مرور 9 أيام إلى الآن لم نرى أي حراك حقيقي لدعم غزة أو لفتح جبهة تخفف الضغط عن أخواننا وأهلنا في غزة. ما يقوم به حزب الله منذ أيام هو عملية مناوشات لإثبات الحضور وللقول أنه حاضر ومستعد للمواجهة، ولكنه يتحين الفرصة المناسبة. ولكن ما جرى اليوم كان متصعيدا
مبالغا فيه من قبل الطرفين، والإشارات كلها تدل على أن جبهة لبنان قد تفتح اليوم أو غدا أو بعد غد، ولكن بقرار إسرائيلي وليس بقرار من حزب الله، لأن إسرائيل أصبحت مرتاحة أكثر إلى الدعم الدولي الذي حصلت عليه في معركة غزة، وبالتالي أصبح بإمكانها فتح جبهة ثانية، ورأت تردد حزب الله في فتح الجبهة، مما يعني أن يدها قد تكون قادرة على العبث على الساحة اللبنانية. واليوم شهدنا الطيران الإسرائيلي يحلق من طرابلس إلى بيروت إلى مدينة صيدا حيث أنا الآن، وسائر المدن اللبنانية والقرى، يتجول بحرية ويقصف عدة مناطق على الحدود اللبنانية حتى الآن، ولم يقصف في الداخل. فإذا الجبهة اللبنانية قد تفتح في أي لحظة، ولكن بقرار صهيوني وليس بمبادرة من حزب الله لتخفيف الضغط عن جبهة غزة. أستاذ جاد، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تعهد بدعم غير مشروط للاحتلال، وأنتم تفضلتم وقلتم بأن الولايات المتحدة قد أرسلت حاملتين للطائرات، وهذا ما تتداوله الوسائل الإعلامية العربية والأجنبية. ولكن أستاذ جاد، هل غزة، هل المقاومة تحتاج كل هذا التحشيد؟ لا أعتقد أن هذه البوارج والدعم البريطاني كان المقصود منه لأن تعطي أي ميزة للقوات الاحتلال الإسرائيلي. نعم. إنما كان الهدف منها هي منع دخول أطراف أخرى، منها حزب الله وإيران واليمن إلى آخره، فهي موجودة لحماية إسرائيل. أما الجيش الإسرائيلي فلا يحتاج إلى حامل الطائرات لدخول قطاع غزة أو لضرب قطاع غزة، وما يقوم به هناك لا يقوم بمحاربة المقاومين، هو يقوم بتدمير البنية التحتية، بتدمير بقتل المواطنين العزل الأطفال، هو يقوم بذلك كحالة هستيرية أصابتهم نتيجة للهزيمة التي تلقوها ولم يتوقعوا حصولها. وأريد أن أقول أن حركة حماس عندما قامت بشن هجومها على إسرائيل، هي لم تتوقع هذا الانهيار السريع لجيش الاحتلال الإسرائيلي. كانوا يريدون بعض الأسرى من الجنود لتعزيز، كما قال الأخ إسماعيل هنية، تعزيز زيادة الغلة، ولكنهم فوجئوا بانهيار شامل لكتيبة غزة، ولم يخطر في بالهم أن يكون مثل هذا العدد من الجنود أصبحوا يريدون أن ينقادوا بصور، ولم يحركوا ولم يتحركوا ولم يطلقوا النار، سقطوا فجأة مجرد ما شاهدوا المقاومين الفلسطينيين. أستاذ حسان، قلتم إن بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل تأتي بقرار إسرائيلي بحت، ولكن هناك وثيقة استخباراتية أمريكية أظهرت أن هناك توافقا بين ميليشيا حزب الله اللبناني وإسرائيل بعدم التصعيد، إذن كيف يمكن أن نفهم هذا القصف المتبادل منذ عدة أيام؟ الضغط الشعبي في الداخل اللبناني الآن على حزب الله يتركه في موقف محرج، فوحدة الساحات مشهد لم نراه ولم نلمسه حتى الآن، والقوى اللبنانية كافة المؤيدة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني أخذت كلام حزب الله على محمل الجد منذ انطلاق هذا الحديث عن وحدة الساحات وعن تماسك الساحات وعن التعاون الوثيق بين حركة الجهاد وحركة حماس مع حزب الله، والتعاون الذي بدأنا نشهده الآن على الساحة اللبنانية أيضا. هناك صواريخ أطلقت من قبل حركة حماس كما ذكر بيانها، وهناك عملية قامت بها حركة الجهاد على الحدود اللبنانية، وعملية أخرى قامت بها حركة حماس. إذن هذا الحديث المتزايد عن التعاون والتنسيق بين قوى المقاومة لم نشهد له ترجمة حقيقية وفعلية بفتح الجبهة اللبنانية بشكل واضح وصريح ومكثف لتخفيف الضغط. لذلك إسرائيل أدركت أن تردد حزب الله يعطيها الفرصة للتحضير والاستعداد ومن ثم فتح الجبهة ساعة تريد. أيضا الموقف الإيراني المتردد
كما ذكرت حضرتكم من أن المندوب الإيراني في الأمم المتحدة قال أن إيران لن تتدخل. هذا الموقف معناه أن إسرائيل لها اليد العليا في هذه المنطقة، إضافة إلى الدعم الأمريكي والأوروبي الضخم الذي وصل المنطقة ليشكل غطاء حقيقيا سياسيا وأمنيا أيضا لدعم إسرائيل في حربها، وبالتالي تغيير الواقع اللبناني. ولا ننسى أن الواقع اللبناني الآن هو واقع مأزوم، حيث لبنان يعيش بدون رئيس جمهورية، بدون حكومة فاعلة، معظم المواقع الرئيسية في السلطة هي الآن شاغرة أو أنها تدار بالتكليف، وهذا مشهد غير مسبوق على الساحة اللبنانية نتيجة سياسات حزب الله وسياسات إيران في المنطقة التي تترك لبنان ساحة صراع وليس ساحة مواجهة حقيقية أو حتى ساحة استقرار واستثمار. لذلك نحن فعلا أمام مرحلة قد تؤدي إلى تغيير الواقع اللبناني، أمام معركة قد تغير الواقع اللبناني كما جرى عام 1982. أستاذ جاد، مراقبون يقولون أن موضوع تأجيل الاجتياح جاء على خلفية وصول حاملة الطائرات الثانية لشواطئ إسرائيل، ولكن من الناحية السياسية تعتقد أن هناك تفاهمات تجري من أجل إنهاء هذه الأزمة بالقريب العاجل مثلا أو بالمستقبل المنظور؟ عودة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل غدا تشير إلى أن هناك وراء الأقمة ما وراءها، كما أن تصريح غوتيرس السكرتير عام المتحدة الذي قال أن هناك سيكون خط لتقديم المساعدات الإنسانية، أعتقد أن هناك شيء علينا أن ننتظر غدا لنرى ما هو. طيب أستاذ حسان، بالنسبة للموقف الدولي، هذا العجز الدولي أمام المجزرة المستمرة على قطاع غزة، هل نفهم منه أن العالم أمام أزمة حقيقية للمنظومة التي تدير العالم أستاذ حسان؟ هناك أزمة أخلاق وأزمة إنسانية. الحديث عن حقوق الإنسان يجب أن يشمل الشعب الفلسطيني، الحديث عن حقوق المواطن في أن يعيش بحرية وكرامة يجب أن يشمل الشعب الفلسطيني. من الذي يعطل حل الدولتين؟ من الذي عطل اتفاق أوسلو؟ من الذي يستولي على الأراضي في الضفة الغربية؟ من الذي يقوم بإعدامات ميدانية بشكل يومي في الضفة الغربية في قراها ومدنها؟ إسرائيل ترفض كل الحلول المطروحة، ومنذ أسابيع قليلة أظن أقل من أسبوعين حتى عندما كان نتنياهو في الأمم المتحدة تحدث عن لا دولتين في المنطقة، وأن هذا الحل أصبح بعيد المنال. لذلك هناك تطرف إسرائيلي، تطرف بالغ، وهذا التطرف أدى إلى هذا ما جرى الآن في غزة، وهذا الانتفاضة الفلسطينية ضد إسرائيل وضد التعنت والتصرف بفوقية وباستعلاء، وبأن الرعاية الدولية لها تسمح لها بارتكاب ما تريد. والآن الموقف الأمريكي أحرج أمريكا نفسها، لأن ما تقوم به إسرائيل من إجرام في غزة جعل الولايات المتحدة راعية وداعمة لهذا الإرهاب، وبالتالي بدأ التحول الأمريكي المحدود. زيارة بلينكن غدا إلى إسرائيل تأتي في سياق التخفيف الاحتقان، تخفيف الضغط الإسرائيلي على غزة، فتح ممرات آمنة للمواطنين لمن يريد أن يخرج من غزة، وأيضا إدخال المساعدات ووقف عملية التهجير المنهجية التي فرضتها إسرائيل والتي يجب أن تتوقف وسوف تتوقف. إذن هناك حديث الآن تحت غير بالكواليس وغير معلن عن إيجاد حل لوقف هذه الحرب الإجرامية التي تخوضها إسرائيل برعاية دولية مع الأسف الشديد، لتخفيف هذا الواقع المؤلم على الشعب الفلسطيني في غزة، وبالتالي البحث عن حل. وأظن أن موضوع حل الدولتين أصبح جاهزا وأصبح مطلوبا الحديث عنه والبحث عن أفق لتطبيقه لوقف هذا الصراع غير المتوازن. عبر سكايب من الضفة الغربية مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية في القدس جاد إسحاق، وعبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب، شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين.